السلام عليكم، يلا حيوا، كيف حالكم؟ الله يمسيكم بالخير، إن شاء الله طيبين. اليوم عندنا قصة في دكتور جراح معروف بكذا دولة أنه يسوي عمليات وعملياته كبيرة وناجحة. قالوا بيسووا له تكريم، حد الدول بيسووا له تكريم. اتصلوا عليه قالوا عندك تكريم، احنا بنكرمك ونبغاك تجينا في اليوم الفلاني. حجز تذاكر وراح للمطار، طارت الطيارة، أخذ لها فترة في الجو وجاتهم صواعق وأمطار غزيرة. قال الكابتن حق الطيارة ما نقدر إن احنا نواصل رحلتنا من الصواعق اللي جات، وصار في عطل من الصواعق اللي جات هاي، صار في عطل في الطيارة وما نقدر نكمل رحلتنا، بننزل أحد المطارات القريبة لين يصلحون الطيارة. نزلوا أحد المطارات هذه ونزل الدكتور. الحين الدكتور يبغى يروح، يبغى يلحق على عشان يصير في وقت له يلحق على التكريم. راح كلم المطار اللي نزل فيه، كلمهم قالوا الطيارة، في طيارة عندكم تبي تروح للدولة هذه الفلانية، قالوا يبغى لها 16 ساعة على رحلتها من المطار هذه للمطار هذا. قال وين 16 ساعة؟ ما راح الوقت علي كله وبتأخر. قال شوف، إذا أنت مستعجل تبغى تروح خلك سيارة، استأجر سيارة ورح للدولة هذه. فكر، قال ما في إلا أخذ سيارة، خذ سيارة، استأجر سيارة وطلع مشى. وخذ له ساعة ساعتين بالطريق وضيع. وجاتهم ذا الأمطار، صارت غزيرة الأمطار بالطريق وهو يمشي، وضيع الطريق ما يدري وين يروح. لقى له كوخ على الطريق، كوخ، ما لقى له الكوخ هذا، وقف عنده. جاء عند الكوخ، ضرب الباب، قال بيشوف لأحد، ضرب الباب إلا كلمته وحدة عجوز كذا، قالت له افتح الباب، افتح الباب وادخل. فتح الباب، قال لها يا خالة أنا مضيع الطريق وأبغى تليفون، تعطيني تليفون أبغى أكلم. قالت ما عندنا تليفون، وأنت شايف حتى نور ما عندنا لا كهرب ولا تليفون. قالت لكن تعال ارتاح شوي، ما دام انك مسافر ومضيع ادخل هنا وشوف الشاهي موجود عندك وفي اكل، اكل عشان تقوى شوي، والشاهي موجود. دخل واكل الدكتور وشرب الشاهي. يوم خلص والتفت يدور العجوز هذه، لقاها قاعدة على كرسيها وتدعي. جاء عندها قالها يا خالة أشوفك تدعين، عندك شيء عندك؟ قالت أنا عندي الطفل هذا ما يتحرك على السرير وما يتحرك، أنا جدته وتوفى أبوه وأمه وأنا اللي أرعاه، وأنا ما مرة رفعت يدي دعيت الله سبحانه وتعالى، كذا دعواتي اللي دعيتها كلها استجابت الحمد لله، إلا دعوة هذه أدعيها أن ربي ذكر أن ربي يجيب لي دكتور جراح. الولد هذا فيه مرض العضال، وأنا أدعي الله سبحانه وتعالى أنه يجيب لي الدكتور هذا، لأن ذكروا لي أن الدكتور هذا هو متخصص
في المرض هذا، ودورت كذا مستشفى رحت، ما حد عرف حالته، قالوا ما في إلا الدكتور هذا هو اللي بيعالجه، الدكتور هذا معروف وسوى كذا عملية ناجحة. وأنا دعيت الله كذا مرة أنه يجيب لي الدكتور هذا، الدكتور الجراح اسمه الدكتور كذا كذا. قالها تفاجأ الدكتور، تفاجأ وقال سبحان الله، قال أنت دعيت الله وبدعائك الله عطل الطائرة وصارت الصواعق وتعطلت الطيارة ونزلنا في المطار هذا وخدت سيارة وضيعت في الطريق ولا لقيت إلا الكوخ هذا، قلت يمكن أحصل تليفون أكلم، وساقني الله لك لمكانك، أنا الدكتور الجراح اللي تخصصي في المرض هذا. قالت سبحان الله سبحان الله، الله استجاب دعاءها. وهذه قصتنا، تكلم عن الدعاء واستجابة الدعاء المضطر، ربي سبحانه وتعالى رحيم بعباده ويستجيب دعوة المضطر. ادع الله سبحانه وتعالى، ادع الله، ربك رحيم سبحانه. وهذه قصتنا انتهت.